يعني هذا الشخص اللي بين الجاهل الصرف وبين طالب علم متخصص، عنده نوع نظر، عنده نوع استدلال، عنده قدرة على المقارنة. بعض الجامعيين، بعض المثقفين، بعض اللي عندهم قراءات، العلوم متقاطعة، يستطيع أن ينظر في الأدلة ويقول هذا عليه نور من الله عز وجل وأقرب إلى الحق وهذا أبعد، يستطيع أن يفعل هذا أكثر الناس، وهذا من سهولة الشريعة التي دل عليه القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا نقصر قضية النظر والاستدلال، ليس الاجتهاد أو التصدي للفتوى، هذا باب آخر، النظر والاستدلال فيما يخص الإنسان في عباداته لأن سيلقى الله عز وجل بها. فإذا كان عنده قدرة هو يبحث لا بأس. بعض الناس عنده مسألة الطلاق وتضيع عليه زوجته، ربما في مخارج، سأل الأول ما أعطاه جواب معين بالتحريم أو بعدم الرجوع ويعلم في قول آخر فذهب وسأل. الأقرب أن هذا لا يعد من تتبع الرخص. نعم. حتى وإن أفتي، بعض العلماء يقول إذا أفتي الفتى الأولى لزمت، هذا ما عليه دليل هذا، بل الحقيقة نوع من اتخاذ غير الله عز وجل أولياء. نعم. يحكمون ويقررون فيكون قوله ملزم له، من قال بأن قوله ملزم؟ لا. نعم، الشيخ بن سعد رحمه الله في المختارات الجلية ذكر هذا حتى في مسألة الطلاق. نعم. وذكر في الاحتجاجات المناظرات الفقهية في آخر الكتاب ذكر هذا، واحتج على من يقول بأنك إذا سألت الأول لزمتك، واللي يرجع كلام الشيخ بهذا. وكذلك أيضا في مسائل الفتوى المستفتي في كتب أصول الفقه ذكروا هذا هذا الكلام، فهذا مرجوح أن يقول بأنها تلزمه على كل حال. يا أخي يتعبد، أنت تركت هذا القول رغم ظهور أدلته وأخذت الثاني تتبع للرخص. نعم. أنت آثم. بس يا أخي بينه وبين الله عز وجل لا تزجر يا أخي، لا تقول لها أن سألت، لماذا ترجع وتسأل؟ هذا شخص يبحث عن الحقيقة وهو حر فيما بينه وبين الله عز وجل. صحيح. فلا نشدد على الناس في هذا، وهي ديانة بينه وبين الله عز وجل سيلقون الله، سواء تساهلوا في اختيار المفتي أو تساهلوا في ترك القول المرجوح، ترك القول الراجح وأخذوا بالقول المرجوح، وهذه قضايا غاية في الأهمية. جردوا يعني بعض الطلاب العلم وحتى بعض العلماء السابقين جردوا الناس حتى من بحث الدليل، بينما بحمد الله عز وجل هذه البلاد وعلماء ساروا على قبول الدليل. يأتي عام يسأل الشيخ بن باز وشهدناه منه وابن عثيمين رحمه الله وبقية علمائنا، ما يقول له أنت لست طالب علم، يعطيه الدليل، يعطيه الأدلة، فإذا أورد عليه رد عليه بالإيراد، ما قال أنت غير متخصص، هو يتفهم. وهذا رأي ابن القيم ورأي ابن عبد البر ورأي جلة من العلماء رحمهم الله، أن الإنسان اللي عنده نوع نظر ولا لم يكن طالب علم أن يكون ترجيحه بالنظر إلى الأدلة أولى من ترجيحه بالنظر إلى الأشخاص. نعم. ترجيحه بالنظر إلى الأدلة فيه 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 سبب واصل بالسماء، سبب واصل بالكتاب بالسنة، بينما بالأشخاص الشخص قد يعتريه أحيانا لا يبحث، قد يعتريه جهل حتى وإن كان عالما، قد يعتريه عدم اطلاع على بعض المسائل، بينما فهمه هو الذي سيحاسبه الله عز وجل عليه، هو يكون الترجيح على أساسه هو أولى من الترجيح على أساس الأشخاص.